والان غادي نوريكم طريقه ديال تحضير لاشابلوغ في المنزل. دونك غادي نحتاجو واحد القطعه تاع الخبز اللي غادي تكون مسبقا وضعناها في الباني لدرجه انها تحمرات لينا بشكل جيد او تحمصات كيف ما كتشوفوا انتما ولات محمره. دونك صالحه لانها تطحن وتولي لينا على شكل شابلوغ. دونك داك الخبز اللي تتبقى لينا في الدار وكتكون باقا صالحه للاستهلاك ممكن نوضعوها في البانيني حتى تتحمر بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. من بعد غادي نقطع طريفات شويه هكا متوسطين، عاد غادي نوضعها في هذه الاله ديال الطحن وغادي نحصل على لاشابلوغ في النهايه اللي ممكن نضيفوا مثلا الدجاج مثلا اللي بغيت نقليه ولا اي حاجه اللي كنبغي انها تكون شويه مقرمشه ويكون فيها داك لاشابلوغ. اذا كيف ما كتشوفوا معايا هي داك القطعه تاع الخبز قمت بالهرس ديالها باش تسهل عليا ملي نطحنها ما تخسرش ليا حتى الماكينه. دونك خصنا حتى الاله ديال الطحين خصنا نحافظوا عليها. دونك غادي قطعتهم او هرستهم شويه صافي باش نطحنهم من بعد. اذا هنا وضعتهم في الاله ديال اللي غادي نطحن بها وصافي غادي نطحن غادي نحاول نطحن ومن بعد غادي نوريكم الشكل النهائي. هنا كيف ما كتشوفوا معايا ها هي الكميه الاولى اللي طحنتها حيت هذيك الكميه تاع قطعه الخبز اللي وضعت كانت شويه كثيره دونك نقصت منها وطحنت غير كميه قليله ومن بعد غادي نضيف هذه الكميه هذه اللي بقات ليا صافي وغادي نكون حصلت على لاشابلوغ. اذا هالكميه ديال لاشابلوغ اللي حصلت عليها في النهايه على الاقل بعدا كتبقى شابلوغ منزليه يعني نحتاجوها هكا. دونك يكفي فقط غير قطعه ديال الخبز اللي تكون محمص في البانيني او في المقله، المهم انها تحمص بشكل جيد ويكون اللون ديالها يولي صافي قهوي يعني معناتها ان داك الخبز تحمصات بطريقه جيده صافي وتنطحنوها وكنحصلوا على لاشابلوغ. دونك كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو بحال هكا. دونك انا غادي نوريكم ها انتو. دونك نقدروا نستعملوه في اي وجبه او اي وصفه اللي غادي نحتاجوا فيها مثلا هاد لاشابلوغ، على الاقل بعدا غادي يكون تحضير منزلي. كنتمنى ان هاد الوصفه هادي ديال لاشابلوغ حتى هي تنال اعجابكم والى وصفه اخرى ان شاء الله. وما تنساوش دائما ديروا لي لايك على الفيديوهات في حاله الى عجبكم والتعليقات ديالكم دائما كنتظرهم. ودائما ان شاء الله قناه مفكر للتدريب الاسري غتكون دائما عند حسن الظن ديالكم وغتجيب لكم دائما ان شاء الله غير التحضيرات البسيطه والنصائح اللي نستفدوا منها جميعا.